السلام عليكم، ازاي نفك كبسولة ايرباك كرولا 2016؟ يلا بينا. الكبسولة هنا ممسوكة، بنفكها من ثلاث اماكن، هنا ده ده والناحية التانية زيه. هنلفف هنا اسهل اهو، هنا ومن تحت خالص، من تحت خالص ده. فدول هنا وهنا وهنا الثلاث اماكن اللي هنفك منهم. طيب هنبدا باسهل واحد فيهم. بص، ده الخرم اللي بندخل منه المفروض، يعني تمام. فاحنا بندخل منه، هنعدي المفك، شايفين المفك اهو، بنزق بيه دي. لما هزق بيه التيله دي هتطلع الكبسولة. هزق واسحب بالايد التانية. لما دوسنا من اول جنب اهو، ادي الكبسولة طلعت من الناحية دي. نفس اللي عملناه هنا هنكرره في الثلاث اماكن، وهتطلع الكبسولة بنفس الشكل. هنلفف الدريكسيون كده، وبعد كده نفك اللي من تحت. خلاص فكينا الكبسولة من الثلاث أماكن، بقت بالمنظر ده. هنطلعها لفوق كده، وبكده خلاص الكبسولة اتفكت. دي اهي التيلة اللي احنا بنزقها، عشان اوضحها لكم اكتر. اهي دي التيلة اللي احنا بنقعد نزق فيها من هنا ومن هنا علشان نطلعها. احنا كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنفلتها من الاجزاء دي، واحد اتنين تلاتة بس. عشان نركبها هندوس عليها لجوه كده. خلاص الكبسولة ركبت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام عليكم.